السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس حمدي من كرياتيف اونلاين كورسز. في مجموعة الفيديوهات دي هنتكلم عن الريندر انجن الاكثر شهرة واستخداما في برنامج 3D Studio Max، وهو الفيري ريندر انجن. خصصنا الفيديوهات دي للاضاءة فقط، هنتكلم عليها بالتفصيل وهيتم شرحها بشكل اكاديمي وعملي. قسمنا الكورس بتاعنا كالتالي: في الجزء الاول بناخد فكرة عامة عن الفيري وعن الانترفيس الخاصة بيه. في الجزء الثاني هنبتدي نتكلم عن الاضاءات بالتفصيل، مرورا بالاريا لايت والمش لايت والدوم لايت والفيري سان والسكاي والاي اي اس لايت، وطبعا هنتكلم عن الستاندرد لايت الخاصه بال 3 دي ستوديو ماكس، وهنعرف ازاي نقدر نستفيد بيهم في الفيري. حرفيا هنتكلم على كل حاجه في الاضاءه بتدريبات عمليه ونظريه. في الجزء الثالث من الكورس هنتكلم عن الجلوبال الليمينيشن والاندايركت لايتنج. في الأول هنفهم قوانين الإضاءة في الطبيعة وإزاي الفيري بيعمل محاكاة للإضاءة بنفس الأسلوب باستخدام الجلوبال إليمينيشن. بعد كده هنتعلم إزاي نتعامل مع كل الجي آي إنجينز الموجودة في الفيري زي البروت فورس والإريديانس ماب واللايت كاش، وهنتعلم إزاي نستخدمهم وإيه أحسن طريقة للتعامل معاهم عشان نقدر نوصل لأكثر إضاءة واقعية في المشاهد، وهنتكلم على كل البارامترز الموجودة في قائمة الجي اي. وطبعا كل المشاريع اللي احنا اشتغلنا عليها هتلاقوها متوفرة في البروجيكت فايل. لو انت بتدور على كورس شامل بيتكلم عن اضاءة الفيري بالتفصيل فالكورس ده هو اللي انت بتدور عليه.